اتحاد القدم يرد على تصريحات رئيس النصر حول كلاتينغبيرغ ويؤكد ثقته بخليل جلال. رفض احتجاج الهلال ضد مشاركة العواشير والاستئناف تنقض قرار الانضباط بإيقاف حسين سيد. نشرة رياضية من الإخبارية، أهلا بكم. افتتح رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل منافسات الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة كأول حدث رياضي دولي يقام في الصالة الرياضية بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. نتابع. افتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة منافسات الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة الذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة البارالمبية السعودية الذي يقام في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية. في الهيئة العامة للرياضة نعمل لجميع فئات المجتمع ونعمل لجميع أفراد المجتمع، وهذا واجبنا أن احنا نهتم بجميع الفئات. هم أصحاب الهمم وهم أصحاب السعي لإثبات وجودهم، وإذا أعطوا الفرصة سينجحوا مثلهم مثل غيرهم، وأطلب من الأهالي أنه يعطي أبنائهم أو بناتهم الفرصة أنهم يشاركون في جميع المحافل اللي تقدمها الدول المختلفة. الطموح طبعا أول شيء تطوير المستوى الفني لجميع الألعاب الرياضية في المملكة العربية السعودية، وهذه الفعاليات هي جزء من التدريب والمعسكرات لبطولة 2020 في طوكيو. والفئات ذوي الاحتياجات الخاصه الحقيقه لهم عنايه خاصه من حكومه الولايه خادم الحرمين الشريفين سمو العهد الامين، ايضا من سمو صاحب السمو الامير عبد العزيز بن تركي والاداره هيئه الرياضه في فعلا تطوير مستواهم الفني لنشارك ان شاء الله ونحقق انجازات وميداليات حقيقه يعني ياتوا المنصات في كل المحافل الدوليه. الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الاعاقه تشارك فيه 12 دولة في 3 ألعاب: كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطائرة من وضع الجلوس لذوي الإعاقة الحركية، وكرة الطاولة لذوي الإعاقة الحركية، ويشارك في هذه المنافسات 150 لاعبا. لقناة الإخبارية فارس القبي، جدة. نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يكون رئيس نادي النصر سعود آل سويلم خلف إقالة رئيس لجنة الحكام السابق الإنجليزي مارك كلاتينغبيرغ. وأوضح الاتحاد أن عقد كلاتينغبيرغ انتهى في شهر فبراير الماضي وتم الاتفاق معه على عدم التجديد، وتم تعيين خليل جلال رئيسا للجنة. وأضاف الاتحاد أن ادعاء رئيس نادي النصر بأن كلاتينغبيرغ عمل لثلاثة أشهر بعد إقالته في حديثه الفضائي عار من الصحة. واختتم اتحاد القدم بيانه بأنه يتخذ كافة قراراته وفقا للأنظمة المرعية في المملكة، وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل واللوائح الرياضية المعمول بها وبما يراه مجلس إدارته محققا للعب أو لمصلحة اللعبة، مشددا على ثقته التامة في رئيس لجنة الحكام الحالي وقدرته على أداء المهمة بنجاح، وهو الذي جاء تعيينه بثقة من مجلس إدارة الاتحاد وبدعم من الهيئة العامة للرياضة. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات جاءت على النحو التالي: فرض غرامة مالية على رئيس نادي النصر سعود آل سويلم بلغت 600 ألف ريال بسبب تصريحات أساء فيها إلى الاتحاد السعودي وبعض لجانه وعددا من منسوبيه بشكل يتنافى مع الأخلاق الرياضية. وغرمت رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل 110 ألف ريال بسبب نشر تغريدة في حسابه على تويتر تعليقا على حوار رئيس النصر التلفزيوني بشكل يتنافى مع الأخلاق الرياضية.
الرياضية. كما تم فرض غرامة مالية على رئيس نادي الشباب خالد البلطان ب 110,000 ريال بسبب الرد بشكل فيه إثارة للرأي العام بما يخرج عن الأخلاق الرياضية على تصريحات رئيس النصر. كما غرمت اللجنة نادي الهلال 80,000 ريال بسبب إلقاء مشجعيه 10 أدوات باتجاه أرض الملعب أثناء خروج حارس مرمى نادي أحد عقب مباراة الفريقين يوم السبت الماضي. وللحديث أكثر عن قرارات لجنة الانضباط ينضم إلينا من جدة الكاتب الصحفي أحمد الشمراني. أستاذ أحمد مساك الله بالخير أول شيء، وكيف تقرأ بيان الاتحاد السعودي اتجاه تصريحات رئيس نادي النصر بشأن الإنجليزي مارك كلاتينغبيرغ؟ أهلا وسهلا منار، مساك الله بالخير. ولا شك أنه مثل هذه القرارات كانت منتظرة بالوسط الرياضي عطفا على ما حدث من التصريحات، البعض طبعا رفضها والبعض يدها والبعض الآخر أيضا ذهب من خلالها أيضا لاستجرار كثير من الأمور. نحن مع الانضباط في كل شيء ومع القرارات في كل شيء، لكن بشرط أن يكون هناك مساواة، مثلا في حتى في الظلم أيضا يجب أن يكون هناك مساواة. نحن ما نحتاج على لجنة الانضباط عندما تصدر قراراتها وتتخذ قرارات مفصلية بحق رؤساء الأندية، بحق اللاعبين، بحق المدربين، بحق الجماهير، فهذا نوع من أنواع الضبط العام. لكن اللي يجعل الجمهور مثلا يتبرم أو ينفعل أو ينفرد عندما يحصل مثلا قرارات ذات وجهين أو حمالة أوجه. الآن رئيس النادي النصر أنا ما نفت معاقبته، يعاقب ما طالما أخطأ يعاقب، لكن عندما مثل اتحاد كرة القدم العقوبة ارتفعت إلى 600,000. هناك أيضا رؤساء أندية مسوا جماهير، مسوا أيضا ثوابت، مسوا ثبات غراماتهم في السابق 20,000 من مجرد تطيب خاطر. نعم. واليوم الآن ارتفعت إلى 110. احنا ما نقول لا، في لوائح وتطبق وفي أنظمة وتطبق على الجميع، لكن يفترض أن يكون هناك مساواة أيضا حتى على مستوى الجماهير. هناك أندية أيضا لها سوابق في العقوبات، ونحن نعرف يعني برأيك ما في عدل بينها في هذه القرارات؟ لا، القرارات ما أقول ما فيها عادل، أنا بالعكس أنا مؤيد القرارات بهذا الشكل، لأن هدفها طبعا في الأول والأخير هو الانضباط، لكن أنا أتمنى إلى تفعيل أيضا اللوائح بشكل أكبر. مثلا عندنا جماهير عندما يتكرر خطأها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة بالرمي يفترض أنها تغلظ العقوبة حتى نقف في وجه مثل هذا السلوك الجماهيري طبعا. لكن أما مسألة أنه من كل مباراة غرمك بعشرة لاعب بثمانية لاعب بعدها، لا، يفترض أنه في حالة مثلا استمرار هذا السلوك الغير غير 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 مرغوب فيه أو المرفوض من الجمهور، يفترض أن هناك تكون عقوبة مغلظة، سواء جمهور الهلال، الاتحاد، أهلي، نصر. احنا بالعكس نشد على يد لجنة الانضباط أن تضبط الأوضاع بلوائحها وتضبط بغرامات، لكن نطالب بالمساواة. نعم، طيب هذه القرارات الصادرة على الرؤساء الثلاث هل كانت بحجم التراشق الإعلامي بينهم؟ ما للأسف ما كانت بنفس الحجم، لكن أنا شخصيا حقيقة طلعت في المنتصف وطلعت في برنامج آخر وقلت إن تصريحات رئيس النصر راقت فيه. البعض أخذها على أنها تشجيع لما قالوا، أنا أخذتها على محمل آخر، أن الرجل كنت تحدث عن أشياء كثيرة من ضمنها في الاتحاد، من ضمنها أيضا عن رئيس لجنة الحكام مارك. البعض ذهب ترك هذه الثوابت وذهب أيضا إلى ما حدث مثلا حيال جمهور الشباب، وردت الفعل أيضا من خالد البلطان. القضية هنا ما هي قضية رفض وقبول، قضية أيش مبدأ. وأنا أعتقد أنه رئيس النصر منذ أن استلم رئاسة النصر أنه ما أكثر رؤساء الأندية حقيقة تعرض للعقوبة، لأنه ينتقد الاتحاد، وهم عندما ينتقد الاتحاد في أي عمل له تبدأ العمود تغلظ، لكن عندما تقول للأندية تشتم الأندية تشتم جماهير الأندية فالعقوبة فقط لا غير أشبه بما يكون أيضا مجرد رقم عابر. نعم. أنا أتمنى أن الاتحاد السعودي كرة القدم مثل ما يحفظ الاتحاد قيمته أمام رؤساء الأندية يحفظ للأندية أيضا قيمتها من بعض رؤساء الأندية المنفردين. نعم أستاذي، بشكل سريع جدا، يومين تفصلنا عن ديربي الهلال والنصر، هذه القرارات راح تأثر على مستوى المباراة بشكل عام؟ هي القرارات لن يكون لها ذيك التأثير، لأنه كرة في الأول والأخير هناك ملعب، لكن أتمنى أن يكون التأثير إيجابي، بمعنى أن يكون هناك حضور جيد، هناك تفاعل، هناك أداء كبير. لكن حقيقة المباراة وما يصاحبها الآن من تصريحات مثيرة
اعطتنا دليل ان مباراه الجمعه ستكون ان شاء الله مباراه مثيره في كل شيء، وانا اعرف تماما واثق تماما ان الجمهور السعودي دائما ذواق وسيتفاعل مع المباراه كما يجب باسلوب طبعا رياضي. اليوم انا شفت بعض المناشدات من بعض الزملاء يناشدوا بضروره الهدوء، فانا اعتقد ان جمهورنا هادي، وهذا ما هو الديربي يجمع بين الهلال والنصر. نعم استاذ احمد، جزيل الشكر لك، كان معي الكاتب الصحفي احمد الشمراني من جده، جزيل الشكر. رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الهلال بشان مشاركة الحارس عبدالله العويشير كلاعب هاون مع أحد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في قرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. كما قررت اللجنة نقض قرار إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين السيد وإرجاع ملف القضية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، وذلك على خلفية الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف اللاعب 4 مباريات. تعود عجلة دوري الكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء غد الخميس للدوران مجددا ب5 لقاءات في افتتاح الجولة 25 من المسابقة، حيث يلاقي الأهلي ضيفه الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويأمل الأهلي في تحقيق النقاط 3 لاحتلال مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز 5 برصيد 40 نقطة. على الجانب الآخر يطمح الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في المناطق الدافئة في سلم الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز 10 برصيد 28 نقطة. وفي الدمام يستضيف الاتفاق غريمه القادسية في مواجهة لا تقبل إنصاف الحلول، حيث يسعى الفريقان إلى الظفر بنتيجة المباراة لتحسين موقعها في سلم أو موقعهما في سلم الترتيب، ويملك القادسية 24 نقطة في المركز 11، فيما يحتل الاتفاق المركز 9 برصيد 29 نقطة. وعلى ملعب نادي الحزم بالرس يحل الفتح ضيفا على الحزم في مباراة متباينة الطموح بين الفريقين، حيث يسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والابتعاد عن شبح الهبوط، في حين يسعى الفتح إلى العودة من الرس بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على الارتقاء للمراكز المتقدمة. وفي باقي لقاءات الخميس يحل الباطن ضيفا على الفيحاء على مدينة المجمع الرياضية، فيما يستضيف فريق التعاون نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي. وقبل الختام هذا تذكير بأهم العناوين. اتحاد القدم يرد على تصريحات رئيس النصر حول كلاتينغبيرغ ويؤكد ثقته بخليل جلال. رفض احتجاج الهلال ضد مشاركة العويشير والاستئناف تنقض قرار الانضباط بإيقاف حسين سيد. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.